سمعت اخر فتوى ابو خالد يجوز ترحب على فرعون ابو لهب. من جد الكلام ده؟ شوف الجوال. طيب في ناس يصدقون الخرابيط هذه والكلام الفاضي ذا؟ اي في ناس يصدقون، لكن الحمد لله الغالب عندهم وعي. يا اخي المشكله ان هذا من بديهيات الامور، يعني اللي العامه المفترض تعرفها. قرب الكاميرا بالله اسولف لكم شوي. في السنوات الاخيره كثر خبث المضلين يضربون ثوابت الدين بهدف زعزعه العقيده في قلوب المسلمين، يعارضون صريح الكتاب والسنه والاجماع. تدري ايش معنى الكلام هذا؟ الدين قائم في قلوب العباد، يريدون هدم الدين ونزعه من قلوب المؤمنين. يحاولون من أول على مسألة الصلاة والقرآن بس ما قدروا. يجيك يقول لك يا أخي الصلاة ما هي واجبة، يحاول ينزع الدين من قلوب الناس. القرآن وأهل الحلقات متهمين، يحاول ينزع القرآن من قلوب الناس. الحجاب ما هو واجب، يحاول ينزع الحجاب من قلوب الناس. ولكن مشوار طويل حتى يهدم الدين. إيش الخطة عندهم؟ يضربون قواعد الدين حتى ينهدم من قلوب المسلمين. يقولون الأديان السماوية يا أخي كلها واحد وكلهم يعبدون رب واحد، أنتوا ليش تتشددون؟ ما في فرق بين المسلم وبين أهل الكتاب، حتى ينزعون أصل من أصول الدين. يقولون الجنة والنار مو بيديكم، ليش تقولون عن الملحد والملحدة إذا ماتوا أنهم يدخلون النار ويهدمون أصل من أصول الدين؟ يقولون ليش تحقدون على اليهود والنصارى؟ ليش ما يكون بيننا وبينهم ألفة ومحبة؟ يضربون الولاء والبراء من قلوب المؤمنين وينزعون أصل من أصول العقيدة. يقولون اليهود والنصارى والمسيحيين إخواننا ويجوز الترحم عليهم، ثم يلوون النصوص فيضربون أصلا من أصول العقيدة حتى يزعزعون الدين من قلوب المسلمين. بهذه الطريقة يجعلون عقيدة المسلم ركيكة، فيساوون بين الكفر والإيمان، ويجعلون الشبهات في قلوب المؤمنين فتنتزع من قلوب المؤمنين، وهكذا ينهدم الدين وأنتم تنظرون. وتدري ليش ضلالاتهم تنتشر بسرعة؟ لأن معهم الإعلام القوي. تدري وين الخطر الأكبر؟ الخطر الأكبر على الأجيال القادمة إذا صحوا على هذه الطوام، على عقيدة ركيكة، ويحسبون الأمر عادي. لازم اليوم احنا نربي ابنائنا على العقيدة الصحيحة، لازم اليوم نربي ابنائنا ان هذه الطوام وهذه خطأ، ولازم نربيهم تحت ايدي العلماء الربانيين.